التجربة دي يا جماعة احنا بنعملها على اطفاء انكلوجر ابعاده 80 في 80 في عمق 30 سنتي. زي ما انتم شايفين احنا حاطين طبق فيه بنزين، وحاطين الوحدة بتاعتنا FB20، وفي جهاز كمبيوتر شغال، ودي اللي هي المدلول ال FBC4. هنبتدي نولع دلوقتي. النار اهيت، الوحدة اهي، تمام. يلا وحدة اشتغلت وطفت. هنعمل اختبار للري اجنيشن. تمام. تاني. تمام. تالت. تمام. افتح. خلاص. خلاص. افتح. جهاز شغال زي ما انتم شايفين. وادي. وفي ورقة كانت ورقة بيضة. باين لك ان مفيش داست يعتبر. وادي الجهاز شغال زي ما هو. الكومبوننت بتاعتنا مفيش اي تأثير ليها.